عند احد الاساتذه الافغان، اعتقد يمكن اسمه الشيخ محمد رضا، او محمد رضا فياض اعتقد. اذا اخوان موجود احد يا ريت يثبتوا لنا الاسئله حتى يعني. عندما تدرس عزيزي، سيرة الذاتية والدروس اللي أخذها موجودة على موقع كتابات في الميزان، كل هذا اللي أقوله موجود هناك، تقدر تراجعه وتشوفه. شنو رأيك بالطريقة الجزنزانية؟ عزيزي هاي الطريقة مال دروشة، احنا ما نقبل بها، طريقة من طرق التصوف ما مقبولة عندنا. شو وقت تحقق كتب السيد محمد باقر السيستاني؟ اي كتاب تريد احقق لك اياه، وان كنت انا لا اعتقد انه بوجود فائده من تحقيق واحد مثل كتب واحد مثل السيد اساسا، لانه كان عندي صديق حقق كتابا رجاليا مهما وباشراف احد كبار المحققين، ولما أراد طبع الكتاب قال له هذا المحقق الكبير أعرض الكتاب على السيد محمد باقر السيستاني. بعدين لما رجع الكتاب من السيد سألته أكثر واحد انتفعت بملاحظاته عند تحقيقك الكتاب، قال السيد محمد باقر السيستاني. فإذا كان المحققون ينتفعون بملاحظاته، فماذا تعتقد؟ هل تعتقد بأنه يمكن يعني ممكن أن نجد شيء؟ لا أقول مستحيل، ولكن بالنتيجة هذا هو كما يقال، هذا هو السيد محمد باقر السيستاني بشكل واضح وصريح. إذا كان عندك كتاب للسيد محمد باقر السيستاني،